مديحة من بنغازي كانت بتقول اخواتها مقاطعينها. طبعا هو الصوت كان فيه مشكلة من المصدر، اخواتك مقاطعينك ليه يا مديحة؟ ما تعرفش. طب سألتيهم؟ لا. اسأليهم. الو، ايوه يا اختي يا فلانة، انت مقاطعاني، ما تكلمينيش ليه؟ هل صدر مني حاجة وانا مش واخدة بالي؟ ما تسأليش عليا ليه؟ طب انا بس، طب انت عامله ايه، اخبارك ايه؟ ما بقيت لك؟ لا ما فيش حاجه والله، والدنيا. وما طب انا بسال عليك، انت كويسه وعيلك كويسين؟ ربنا يكرم. سلام عليكم. اخويا فلان، يا محمد، يا احمد، كيف فينك؟ كله ما بتسالش ليه؟ طيب انت مشغول؟ طب انت زعلان مني في حاجه؟ مش زعلان. طب تمام، ادعي لك وربنا يوفقك. وانا قلت اسمع صوت، ليس الواصل بالمكافئ، مش اللي بيصل رحمه وصلني فوصلته، سال عليا لا، ولكن الواصل من قطعته رحمه اللي قطعوك وانت وصلته. الرحم متعلقه في عرش الرحمن تنادي يا رب صل فلان. ليه؟ لانه بيصلني، وهم قطعوه وهم كذا، ولكن هو بيصل. صله الرحم تجعل زياده في الرزق، صله الرحم تجعل طول في العمر، بركه في الحياه اللي موجوده اللي انتوا فيها، ومتوصلة بعرش الرحمن. أدعو الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم. فأنا أدعوك أن أنت تبادري بهذا الأمر. والله سبحانه وتعالى لك بالخير يا مديحة.